طيب نستمر في المحاضرة. ليش الديب ليرنينج؟ لماذا؟ ليش الديب ليرنينج أصبح يعني مسيطر الآن؟ طيب من خلال هذه الرسمة بنحاول إن احنا نوضح الأمر. هنا في عندي محورين، محور لحجم البيانات أو الأماونت أوف داتا، والمحور الثاني هو للبرفورمانس، الأداء تبعت الماشين ليرنينج مودلز. أو بمعنى آخر السؤال إنه ليش الديب ليرنينج بتفوق على الكلاسيك أو تراديشنال ليرنينج ألجوريثم زي سبورت فيكتور ماشين واللوجيستيك ريجريشن. إيش بنلاحظ في الأداء تبعها؟ بنلاحظ في الأداء تبعها إنه يعني كل ما زاد حجم البيانات تمام بيزيد الأداء. الأداء حسب تعريفه، حسب المتريكس تبعت الألجوريثم، إنه in terms of accuracy ولا يعني كيف يقاس أداء الألجوريثم. فبالتالي كل خوارزمية ممكن يكون في لها طريقة معينة في قياس الأداء. فبنحكي على performance بشكل عام، كل ما زاد حجم يعني كمية البيانات بيزداد الأداء لغاية منطقة معينة بتصير بلاتو، هضبة، انه الاداء مستقر. معنى ذلك انه الماشين ليرنينج الجوريثم التقليديه زي السبورت فيكتور ماشين واللوجيستيك ريجريشن والكي ان ان فعليا انه كم البيانات اللي زياده هذا مش عارف ايش تسوي فيه، مش عارفه تستفيد منه، لانه هي الفكره الاساسيه تبعتها بتحاول انه هي تبني موديل، مش انه هي تتعلم فيتشر. لكن بينما الديب ليرنينج انه الميزه تبعتها انه هي بتتعلم فيتشر، فبالتالي كل ما كان في بيانات اكثر بيكون انه في تعلم لفيتشر اكثر وبيكون الاداء افضل. هنا بدنا نشوف انه الاداء تبع السمول نيورال نتورك، اكيد ممكن يكون انه هو اداء السمول نيورال نتورك برضه نفس الفكره، ممكن يكون الاداء اعلى، ولكن انه بصير في عندي نوعا ما يعني كبلاتو بعد مرحله معينه. طبعا سمول نيورال نتورك يعني احنا بدنا نقول انه انا عندي الديب نيورال نتورك انه احنا بده يكون في عندي ثلاثه موديل عشان انه احنا نعبر عن السايز تبع النتورك، سمول ميديوم لارج. وهذا الاسلوب على فكره احنا هنستخدمه كتير في تحديد البيست سايز تبع النيورال نتورك. ايش افضل حجم مناسب؟ فانا ممكن انا اعمل ثلاث شبكات، واحده صغيره واحده كبيره وواحده وسط، وبناء عليه انه ممكن انا احدد والله ممكن تكون انه الوسط هي ادائها كويس، فبالتالي انه خلص بستثني اللارج والسمول وبركز هنا على الوسط. فممكن انه اعمل موديل تاني انه اكبر منها شوي او اصغر منها شوي، وساعتها انه بضل دي اعمل تيونينج في هذه المنطقة. فبالتالي يعني السايز تبع النتورك عادة انه بيتم بناء ثلاث شبكات. الان الاداء تبع الثلاث شبكات بنلاحظ انه في السمول بتحسن الاداء، في الميديوم بتحسن الاداء اكثر، في اللارج بتحسن الاداء اكثر. وهذا الكلام انه معروف في المنطقه هذه كل ما زادت حجم البيانات، وحجم البيانات هنا انه بقصد انه الليبل ديتا، واللي الدايمنشن تبعها يقاس بالام. تمام، ليبل ديتا انه بيكون في عندي اكس وواي، فبالتالي انه الاداء هنا بيكون انه افضل كل ما كبرت الشبكه. طبعا هذا الكلام زي ما اتفقنا لغايه حد معين، بعد هيك بصير في عندي اوفر فيتنج. تمام، لكن الفكره الاساسيه بالمقارنه مع التراديشنال انه خلاص بصير في استقرار للاداء بعد حجم زياده معينه في حجم البيانات وبيستقر على هذا الاساس. في نقطه ثانيه مهمه انا حابب ان انا انوه لها، يعني ممكن يكون انتم عندكم المنحنى تبع اللارج هيو بادي زي هيك، لكن انا بشوف انه هو بيبدا زي هيك، يعني انه فعليا الاداء تبعه لانه نتورك كبيره محتاجه لوقت في التدريب، فبالتالي الاداء تبعها بيكون سيء في البدايه. تمام، وبعدين انه بتحسن بهذا الشكل. طبعا انا مش قادر ان انا اعمل ستريت لاين بهذا الشكل، ولكن انه الاداء ممكن يكون سيء جدا في البدايه بالمقارنه مع سمول نيورال نتورك او حتى مع الكلاسيكال او تراديشنال ماشين ليرنينج مودلز. فهذا الكلام انه احنا بدنا نستوعبه. معنى ذلك انه تفوق الديب ليرنينج نابع من وفرة البيانات،
وإن هو فعلا بيستفيد من هذه الوفرة، بينما الكلاسيكال ماشين ليرنينج الجوريثم ما بتقدر إنه هي تستفيد من وفرة البيانات أو الزيادة في كمية البيانات. تمام؟ لو كان عندي سمول داتا سيت ممكن إنه أنا يكون السبورت فيكتور ماشين أفداها أفضل بكتير من الديب نيورال نتورك. فهذا الكلام إنه أنا بدي أحدد متى أستخدم ديب نتورك ومتى أستخدم كلاسيكال ماشين ليرنينج ألجوريثم زي السبورت فيكتور ماشين. فبالتالي إنه السايز تبع الداتا سيت إذا كان صغير فبالتالي ممكن يكون أنسب إنه أنا أستخدم كلاسيكال ماشين ليرنينج ألجوريثم، بضل إنه السايز تبع الداتا. طبعا هذا الكلام ما فيش فيه يعني كمية محددة للبيانات، ما بقدرش أقول إنه والله إنه أكبر من كذا تعتبر لارج، أقل من كذا تعتبر سمول، حسب البروبلم. ولكن الديب ليرنينج عموما بيحتاج داتا سيت يعني ممكن تكون إنه كابل أوف ثاوزندز، يعني فوق ال 4000، فوق ال 4000 انستانسز ممكن يكون انا عندي موجود في الداتا سيت. يعني بقدر انه انا اقول انه انا والله ممكن ابني ديب ليرنينج موديل، لكن اقل من ذلك اذا كان في عندي داتا سيت انه فيها 1000، فيها 300، فيها 700، ما بستفيد من الشبكات العميقة بشكل يعني بشكل كتير كبير، لانه زي ما حكيت انه القوة تبعتها بتنبع من الاستفادة من وجود كميات كثيرة من البيانات. طبعا وجود الكميات الكبيرة من البيانات زي ما اتفقنا انه هذا بفضل الديجيتايزيشن، صار في عندي افيلابيليتي للداتا سيت بشكل اكبر بكتير حاليا عما سبق. طيب الشغلة الثانية السكيل، لو احنا جمعنا هذه الامور انه السكيل درايفز ديب ليرنينج بروسيس، في انا عندي سكيل في البيانات هذا حكينا عنه اوريدي، تمام. في عندي سكيل في الكمبيوتيشن، طبعا تدريب لارج نتورك على هيوج اماونت اوف داتا سيت بيتطلب وقت كتير كبير. وهذا الكلام احنا لو رسمنا السايكل انا عندي تبع دورة الماشين ليرنينج هي عبارة عن اتريتيف بروسيس زي السوفت وير بالضبط. لو انا بدي اشتغل فيها منهجية الاجايل اتريتيف بروسيس، فبالتالي انه بيكون في عندي فكره معينه لابلكيشن معين، بعمل له كودينج، بعمل اكسبيرمنت، ممكن تكون النتائج مش تمام، ساعتها بدي ارجع مره ثانيه اكرر العمليه لغايه لما اوصل لنتائج جيده. الان الكمبيوتيشن لو انا بستغرق 10 دقائق او حتى ماكسيموم 1 داي بصير هذا الموضوع مجدي بالنسبه لي ان انا اجرب فيه. ولكن تخيلوا انه لو كان الامر بيستغرق شهر كامل عشان انا اعرف انه والله النتائج كويسه او لا، لا هذه فتره طويله جدا. فبالتالي انه فتره الايتريشن راح تكون الدوره طويله جدا، فبالتالي انه استخدام الديب ليرنينج مش مشجع. اذا كانت النتيجه لو بدي استخدم ديب ليرنينج اذا كانت النتيجه بعد شهر حتطلع، يعني الامر صعب، ما بستطيع ان انا انتظر كل هاي الفتره. فايش اللي سرع او يعني خلى انتشار استخدام الديب ليرنينج اللي هي الكمبيوتيشن سكيل؟ معنى ذلك انه صار في عندي توفر للجي بي يوز، وحتى الان حديثا صار في عندي حاجه اسمها تي بي يوز، واللي بتمكن من اجراء الحسابات بشكل سريع جدا، تمكن من اجراء الحسابات بشكل سريع جدا. عارفين الجي بي يو صح؟ واضح بالنسبة لكم ايش هو الجي بي يو؟ اللي هو الجرافيك بروسيسنج يونت، اللي هو عندي مجموعة يعني انه السي بي يو اللي موجود في كارت الشاشة واللي كان الغرض الاساسي تبعه استخدامه في الجرافيكس، صار انه يتم استخدامه في اجراء جنرال بيربوس كومبيوتيشن. يعني انا عندي في النيورال نتورك العمليات زي ما حنشوف لاحقا انه هي عبارة عن ضرب وجمع، تمام، ضرب يعني في الويت وجمع سميشن. فبالتالي انه هذه عباره عن جنرال بيربوس كومبيوتيشن. فبالتالي انه توفر اس دي كي، يعني شركات زي نيفيديا
لما وفرت اس دي كي اتاحت للديفلوبر العادي ان هو يستخدم السي بي يوز اللي موجوده في كرت الشاشه، اعطى كومبيوتيشنال باور عاليه، وصرنا انه احنا يعني في مكتبات الديب ليرنينج انه يتم استخدامها، فبالتالي انه صار موضوع التعلم بشكل كتير كبير، يعني ممكن انه انا اخلص التجربه في 10 دقائق. لا، على الكلاود في الغالب. أكيد طبعا. الشغلة الثالثة اللي ساعدت في تقدم الديب ليرنينج اللي هو الالجوريثمز. عشان نفهم التقدم الحاصل في الخوارزميات، انه صار في عندي تحسين في الخوارزميات بحيث انه صار في تسريع في عملية التعلم. يعني سابقا كان عندي اكتيفيشن فانكشن اسمها سيجمويد، والاكتيفيشن فانكشن تبعت السيجمويد شكلها زي هيك، تمام، انه هي عندي الواحد، تمام، وهنا عند الصفر. فبالتالي انه هنا بصير في تقاطع، انا عندي البوينت 5، تمام، وهذه النقطة مش لينير انا عندي في المنطقة هذه. فبالتالي يعني التعلم باستخدام السيجمويد بطيء بالمقارنة مع اكتيفيشن فانكشن ثانية اسمها ريلو. ريلو هي واحدة من الاكتيفيشن فانكشن الحديثة، تمام، يعني ملهاش يعني عدة سنوات يعني تم استحداثها، اللي هي ريكتيفايد لينير فانكشن، واللي هي بتكون انه شكلها بهذا الشكل، فبالتالي انه في هذه المنطقة لينير، تمام، وهنا دائما صفر، فبالتالي انه التعلم هنا اسرع بكثير من هذه. فهذا هو المقصود بتحسين الخوارزميات. كذلك تحسين الاوبتمايزر، لانه الاوبتمايزر الوظيفة الأساسية تبعته إنه هو يعمل اوبتمايز للويت، إنه يوجد البيست ويت أنا عندي في النيورال نتورك. فبالتالي التطور الحاصل في الخوارزميات برضه بيؤدي لتسريع عملية التعلم، واللي بدوره بيؤدي لقابلية استخدام أو انتشار استخدام الديب ليرنينج في تطبيقات عديدة. أما إذا كان استخدامه صعب جدا، فبالتالي إنه بيكون استخدامها محدود في الشركات أو المؤسسات اللي بيكون في عندها كومبيوتينج سنتر او كومبيوتينج كلاود او داتا سنتر، بحيث انه هي تجري التجارب تبعتها. تمام؟ اوكي. حقيقة احنا كأفراد يعني عادة يعني خلينا نقسم انه المجتمع على 3 فئات: أفراد وباحثين ومؤسسات وشركات كبرى. طبعا الافراد يعني اللي زي حالاتنا نقدر ان احنا نبني الديب ليرنينج موديل، ولكن انه يعني حيكون انه السايز تبع الداتا سيت انه ليميتد، عشان انه اقدر انه نبنيه في خلال تايم ويندو معينه. بينما لو انا بشتغل كباحث في جامعه، يفترض انه الجامعه انه بتوفر ريسورسز، والريسورسز هذه بتمكنني من اجراء تجارب على داتا سيت كبيره، تكون يعني اكثر من مليون ريكورد، 2 مليون ريكورد، يعني ما في اشكاليه فيها، تمام. فبالتالي انه مستخدم للاغراض البحثيه. بينما النوع الثالث اللي هي الشركات الكبرى زي مثلا جوجل وفيسبوك، عندها القدره على بناء موديل، لانه يعني عندها داتا سنتر، عندها القدره على بناء موديل، والموديل هذا انه يعني لا الشركات ولا الجامعات عندها القدرة على بناء هذه المودلز، وبالتالي احنا بنستفيد من البري تريند مودلز هذه. وخليني ان انا احكي لكم، هحط لكم روابط، 3 روابط لمستودعات للبري تريند موديل. المستودع الاول اسمه
تي اف هاب، تنسر فلو هاب، لو انتو كتبته في سيرش فبيظهر على الشاشة هذا السايت. بس خلينا ننتظر بس الـ LCD. زي ما انتم شايفين هذا السايت تنسر فلو هاب، في انا عندي هنا البري تريند موديلز، ممكن انه انا هنا بستعرض الموديلز، ممكن انه بدي موديلز متعلقه بالصور، بري تريند موديلز متعلقه بالصور بالنصوص بالفيديو، بدي بري تريند موديل يعمل لي فيديو كلاسيفيكيشن، يصنف لي محتوى الفيديو هذا، تمام؟ بدي يصنف لي الصور، فبالتالي ممكن اختار الصور على سبيل المثال. في عندي على سبيل المثال هذا اللاند مارك، عارفين اللاند مارك ايش بتعني؟ اللاند مارك هي عبارة عن معالم، يعني مثلا زي المعالم الأساسية تبعت مصر، الأهرامات، معالم تبعت فرنسا، برج إيفل وهكذا يعني. فبالتالي إنه هذا عبارة عن بري تريند موديل، إنه هو مطلوب منه، هي مقسمة حسب الكونتيننت، حسب القارات، تمام؟ فبالتالي انه هذا الموديل تبع افريقيا على سبيل المثال بحكي لي ايش التفاصيل تبعته، تمام؟ فبالتالي انه هذا الموديل عنده القدرة على انه يعمل ريكوجنايز ل 2779 بوبيلر لاند مارك لافريقيا. لو انا جمعت كل تبعات العالم فبالتالي انه الرقم بيزيد كتير، فعشان هيك انه هو قسمها لكونتنت، تمام؟ بحكي لي انه الانبوت لازم يكون عباره عن صوره ار بي جي والسايز تبعها كذا في كذا، تمام؟ والاوتبوت هو، وهنا بورجيني كيف استخدمه انا عندي في الكود، تمام؟ فبالتالي انه هذا الموديل، انه اذا كان اصلا انا عندي الكلاسز 2779 كلاس، قديش حجم الداتا سيت؟ حجم الداتا سيت حيكون يعني مهول جدا، عشان انه انا ادرب عليه هذا الموديل. فبالتالي الداتا سيت ممكن يكون بالملايين يعني، فبالتالي انه هاي التفاصيل تبعتها في هذه البيبر، يعني ممكن انه انا اقراها او اطلع عليها. فهي الداتا سيت اللي هو جوجل لاند مارك داتا سيت فيرجن 2، لو انا بدي اطلع على الداتا سيت. يعني كل الكلاسز هذه، يعني اللاند ماركس حوالين العالم 2000 ديفرنت لاند مارك، تمام؟ زادوا 7 مرات عن الفيرجن 1. لكن السايز تبع الداتا سيت وين مذكور؟
هاي الموديل انه was releasing trained on 86 الف صورة، يعني تم تدريبه على 86 الف صورة، تمام. فبالتالي انه السبسيت من الاوريجينال داتا سيت هي اللينك تبعه يعني بهذا الشكل. فبالتالي يعني هذه البري تريند موديل انه عادة انه بكون الببلشر تبعها انه مثلا مثل جوجل او حاجة زي هيك، انه هي ببلشت باي جوجل، شايفين في هذه المنطقة. فعادة الشركات يعني جوجل ليش هي بنت هذا الموديل؟ لانه بدها تستخدمه في خرائط جوجل، يعني السياح لما يلتقطوا صور في اماكن معينه بده يتعرف انه اللاند مارك اللي موجوده انا عندي في الخلفيه هذه كذا او كذا، يعني بهذا الشكل يعني. وبرضه الفيسبوك في عنده موديلز خاصه فيه، يعني عدد يعني التنسور هاب فلو، يعني عاده انه بتكون موديلز انه بري تريند موديلز تم بنائها من قبل جوجل. في انا عندي مصدر تاني للفيسبوك، يعني احط لكم الروابط تبعت المستودعات هذه، لانه في الفيسبوك بيستخدم بري تريند موديلز انه متعلقه بتصنيف الصور، خاصه اذا كانت الصور المنشوره على الفيسبوك انه فيها مثلا محتوى عنيف او محتوى او صور حساسه بالضبط، فانه لازم يكون في عنده القدره تلقائيا انه يصنف هذه الشغلات عشان يمنع نشرها. او على سبيل المثال انه بوست معين بيحتوي على خطاب كراهيه، على سبيل المثال انه بروح بيعمل حظر للمنشور هذا او تقييد للحساب. فبالتالي انه هذه الشغلات بيحتاج المودلز هذه في اشياء زي هيك، وبينشروا هذه المودلز لانه يعني انه هو ممكن انه يتم التحسين عليها يعني بطريقه ما يعني. فبالتالي انه نرجع لموضوع السؤال، انه المودلز اللي بحجم كبير احنا كافراد ما بنقدر انه احنا نبني هذه المودلز، عادة انه بتكون شركات كبرى عندها داتا سنتر انه هي ممكن تبني هذه المودلز، لكن انه احنا ممكن نستفيد منها في موضوع الفاين تيونينج، انه انا باخذها كبري تريند وبعملها كاستمايزيشن للابلكيشن تبعي، وهذا اللي احنا حنسويه في المشروع يعني. تمام؟ أنا بقول خلينا نتوقف هنا عشان الموضوع هذا إنه بدنا ندخل شوية في الرياضيات في هذا الموضوع، فخلينا نتوقف هنا ونبدأ المحاضرة القادمة إن شاء الله.